تعالي حديكي نماذج 3 قضاة ازاي تصرفوا. خدي الدكتور فؤاد رياض اللي قاضي محكمة العدل الدولية اللي كتب تقرير بتاع رابعة العدوية تقصي الحقائق ما بعد 30 يوم. هذا القاضي اظنه عمل شيء مثالي، بمعنى انه خلص تحقيق رابعة العدوية وبعدين كتب خلاصة، في الخلاصة اتكلم عن عصر مبارك والفساد وحط الأسباب، قال انه هذا احنا بنتكلم خارج السياق، مع انه خارج السياق لكن هو في صميم الموضوع، لانه من ضمن ما ادى الى الفوضى كل هذا الذي جرى في 30 سنة والذي لم يجري عليه حساب، وهذا هو الذي جزء منه فتح الطريق الإخوان المسلمين، لانه جم ناس بادعاء اشياء اللي انت عايزها تقوليها اللي هم بيقولوها يعني، وفي جو في نقمة على فساد لم يجري الحساب عنه ودخلوا ولجت روحهم وزرقوا، بمعنى انك سلمت حلم الثوره لكابوس الاخوان. فانت ادي عندي قدامي قاضي خرج بره موضوعه واشار الى الاسباب الحقيقيه والتاريخيه والسياسيه التي ادت الى مشاكل كتير في البلد ضمنها رابعة العدوية. كويس. قدامي قاضي تاني امريكي فيليكس فرانكفورتر، وهو من اهم قضاة المحكمة في تاريخها العليا في مصر. الراجل ده دخل يحكم في قضية ارض دخل فيها قبيلة هندية تنزع اراضيها لمصلحة عامة او بيتقال كده، وفي شبهة انه ده منزوع منها لطرد القبيلة الهندية من الموقع اللي كانت فيه في ناحية كاليفورنيا. فرانكفورتر داخل واحدة ست بتقول له، هو لانه هو انا بحكيها لانه هو حكاها على منصة المحكمة، بتقول له ربنا يوفقك وتحكم العدل. فراح راجل قال لها يا ستي انا ما بحكمش بالعدل، انا بحكم بالقانون. وطلع على المنصه وقال وانا داخل، ده قاضي محكمه العليا في امريكا، بيقول وانا داخل المحكمه واحده ست وقفتني وقالت لي ربنا يوفقك وتحكم بالعدل، وانا شرحت لها كيف انني لا استطيع ان احكم بالعدل لاني مقيد بالقانون، وهناك فارق بين العدل والقانون. وبدا يشرح القانون، قانون طالع يوفق بين اوضاع كتير قوي عشان يحط قاعده باستمرار في مصادر القانون. انت بتقولي والله التقاليد، بتقولي الاعتبارات الشرعيه، بتقولي العادات، بتقولي المالوف، بتقولي الحقوق الى اخره، وانت بتصوغي في مصادر القانون بتحاولي تلاقي قاسم مشترك اعظم تصوغي في مواد لا تنطبق على كل الاحوال على كل الحالات اللي قدامك، يبقى في مساحة فاضية فارغة بين القانون وبين العدل في بعض القضايا، بمعنى القانون تنظيم اجتماعي لكن العدل رؤية إنسانية للمشاكل للمخالفات أو القضايا يعني. لكن نحن نذهب للقاضي لكي يحكم القاضي بالعدل. بيحكم القاضي يحكم بالقانون، ما فيش الشعار المكتوب فوق المحاكم كلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ليس دقيقا من ناحية القانونية، لأنه إذا حكم بالعدل فقد أدخل اعتباراته الشخصية، أدخل رؤاه، هو مقيد بمواد وممكن ينقض في هذه المواد. فالمواد القانون بتختلف عن العدل، لكن لما تيجي في قضايا الشعوب بقى وفي قضايا الثورات ما تقوليليش النصوص، تيجي تقولي مش النصوص المهم. أنا فاكر مرة ودي متأسف بحكي لك بقاطع، في أوائل ثورة 52 انا حضرت جلسه فيها جمال عبد الناصر واللواء محمد نجيب وجمال سالم، والله وفاكرها كويس قوي، والدكتور السنهوري باشا وسليمان حافظ، ومش متاكد اذا كان زكريا محي الدين كان موجود ولا لا. وبعدين بيتكلموا على الاصلاح الزراعي والحاجات اللي فيه وبتاع، بعدين السنهوري باشا بيقول ايه، بيقول لجمال جمال عبد الناصر بيقول حاجه اقتراحها مش فاكر عليه، فبيقول سنوري ايش بيقول يا بكبشي جمال كان مش دستوري، كان لسه الدستور 23 معمول بيه. فجمال عبد الناصر وقف كده قال له يا دكتور سنوري انا دستوري؟ يعني وهل انا دستوري؟ وهل انا دستوري؟ انا وضعي ده كله كل وضعي اللي موجود وقاعد بتكلم معاك وجاء بثوره وليس بدستور، هو ده دستوري؟ انا دستوري؟ قالوا له سنوري باشا بس والله انا فاكر بس لانه مش دستوري وضعه طبقا للدستور لازم يخش السجن طبقا للدستور. لو طبقت الدستور اللي كان معمول به لغايه ما غيرت دساتير المجلس العسكري كله كان لازم يحاكم بتهمه العصيان والتمرد على مبارك،
لو طبقت الدستور قلت دستوري يعني كل اللي حصل لا يمكن يبقى دستوري. بتتكلمي على ايه؟ وبالتالي لا يجب ان يبحث الناس عن العدل في هذه المحاكمة. العدل له مقتضيات اخرى وهي مقتضيات السياسة. بمعنى اذا كنت بتحاكمي في قضية عادية ممكن تقولي وانا هروح للقانون. اذا كنت بتحاكمي في قضية هل لها طبع سياسي ولا انا هقول لك حاجة قد تستغربي فيها. تعالي عشان تشوف القاضي كان ممكن يعمل ايه وكان ايه سنده في هذا. انا هفتح لك حيثياته هو اللي هو وزعها. نعم. اللي هو وحيثياته صفحة 272 واللي انا بعتقد انه كان لازم يعمل حاجة تانية خالص. بيقول ايه هو في الحكم ده؟ بيقول في ايه في الحيثيات؟ في قضية الغاز، في موضوع الغاز. بيقول وانا عاوزك تمليها كل حاجة فيها. اللي بيقول انه اوضح اللواء عمر سليمان ابان شهادته والدكتور نظيف وبيوضحوا ايه الاسباب اللي صفقة الغاز مع اسرائيل حصل فيها كده. بيقولوا بانها الاسباب عديدة ومنها وجوب تدبير مصروفات يصعب لان المخابرات العامة كانت شريكة في الشركة اللي بتبيع الغاز. فبيقولوا ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا عمر سليمان بيقول ورئيس المخابرات الحالي لواء تهامي والفريق تهامي بيقول انه من ضمن الاسباب اللي دخلوا فيها تدبير مصروفات يصعب تغطيتها من خلال الميزانية العامة للدولة للانفاق على الانشطة الغير معلنة لجهاز المخابرات العامة والمحققة في ذات الوقت الأمن القومي للبلاد. وهو بأكد عليه إبان شهادته أمام محكمة الإعادة أيضا اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان أحداث يناير ورئيس جهاز المخابرات العامة الآن والتي جاءت واضحة المعنى وبحصر اللفظ بأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل له ثلاثة أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية. تمثل البعد الأول في أن الغاز الطبيعي أعطي لإسرائيل كنوع من التشجيع لانسحابها من سيناء وبمثابة ورقة ضغط لحل المشاكل بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين. أما البعد الاقتصادي فكان اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة آنذاك يحاول منه إيجاد مصادر تمويل للاستعانة بها لما يستلزمه الإنفاق المرتفع التكاليف للأجهزة الأمنية بالمخابرات العامة مع عدم قدرة الدولة ميزانية الدولة على تحمل هذا العبء. بما حاصل ذلك في عقيدة المحكمة أن شركة EMG اللي هي بتاعت إيست ميديترينيا والمالك لغالب تأسيسات حسين المصري ممن عمل بجهاز المخابرات العامة على نحو ما سلف في حقيقتها نبت من جهاز المخابرات العامة المصري ليحقق المأمول منه في نطاق الرؤية القومية لأمن البلاد بما يستعصي معه في ظل ذلك أن تستنبط المحكمة ثم تدور إيجابي أو سلبي للمتهم محمد حسني مبارك. هذا كلام يعني عارفه ايه كان يسمح للقاضي جدا انه يقول والله هذه ما اراه امامي هذه قضيه سياسيه وانا لست مختصا بها وانا لا يحكم. شوفي المشكله في مرات جدا قاضي يرد نفسه عن الحكم ويقول بس ما يديش براءات ولا حاجه يقول والله هذه القضيه اللي قدامي انا لست جهه الاختصاص فيها واسبابي في ذلك اهي ما دام قالها في حيثياته صفحه 272